لو بتقابلك مشكلة ببطء الانترنت وعايز تحل المشكلة دي تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم معنا في فيديو جديد من قناة عجم ستاند باي. النهاردة معنا فيديو جديد عن حل مشكلة ببطء الانترنت برسالة بسيطة جدا. بس كده قبل ما نبدا الفيديو، لو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن طب ظبط الموبايل وحل مشكل الموبايل وحل مشكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان يشجعنا. ويلا بينا نبدا. كل عليك ان انت هتدخل على الضبط وهتروح عند النظام وبعدين خيارات المطور وهتنزل لتحت لحد ما تلاقي احجام ذاكره التخزين المؤقت، وتتأكد ان هي معمولة على 256 كيلو بايت، مش معمولة مثلا على 16 ميجا او 4 ميجا، لان دي بتخلي النت معاك بطيء. وهنروح برضو على التطبيقات، هنروح عند ادارة التطبيق وبعدين اعدادات التطبيق، ونروح على اي تطبيق بيستخدم الانترنت مثلا تطبيق الفيسبوك. نروح عند مساحة التخزين وذاكرة التخزين المؤقت، هتلاقي بيانات التخزين المؤقت 279 ميجا بايت، فتعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقت، وده طبعا مش هيمسح اي حاجة من التطبيق. بيانات التخزين المؤقت دي بتخلي التطبيق معاك يبقى تقيل وبيتسبب بطء الانترنت وبطء التطبيق اللي انت بتستخدمه. فاي تطبيق بتستخدمه بالانترنت تروح برضو تعمل معاك كده ومش هيتمسح منه اي حاجة. الواتساب مثلا برضو بتروح وبتعمل مسح ذاكرة التخزين المؤقت، لان بيانات التخزين المؤقت بتسبب لك ان الانترنت بيبقى تقيل معاك في التطبيق اللي انت بتستخدمه ده. فدي كانت حل المشكلة بتاع الفيديو النهاردة. ولو عايز اكتر لحل المشكله دي هسيب لك في وصف الفيديو تحت فيديو لحل المشكله دي ولطريقه زياده سرعه الانترنت. ولو استفدت اي حاجه من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو. وانت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل بطء الموبايل وحل مشكل الموبايل وحل مشكل الانترنت، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما تفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.